شهدت استراتيجية ريال مدريد في انتداب اللاعبين تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبح الفريق الملكي يركز على انتداب المواهب الشابة من قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية، زد على ذلك تصعيد اللاعبين من الكاستية. مواهب عديدة جلبها الفريق الإسباني، منها من قرر النادي إبقاءه في الفريق الأول على غرار فينيسيوس جونيور ورودريجو، ومنها من خاض تجربة الإعارة قبل أن يعود ويستغل الفرصة، مثل ما حدث مع الأوروغوياني فريديريكو فالفيردي. متوسط ميدان ريال مدريد نجح في تثبيت نفسه في التشكيلة الأساسية لزيدان ليقدم مردودا متميزا مثل الذي ظهر به في ملعب الكامب نو أمام زملاء ليونيل ميسي. أداء فالفيردي جعل وسائل الإعلام تعود على بداية اللعب في بلاده وتفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد، حيث أكدت صحيفة سبورتا الإسبانية أن برشلونة أضاع من بين يديه فرصة التعاقد مع فيدي فالفيردي قبل أن يكمل الأخير انتقاله إلى الميرينغي. ما كتب في صحيفة سبورت أكده نائب رئيس فريق بينارول رودولفو كاتينو الذي صرح كالآتي: كانت هناك عروض من مانشستر يونايتد وبرشلونة، ولكن اليونايتد انسحب من الصفقة بسرعة، والبرسا لم يرغب في دفع السعر الذي طلبناه مقابل اللاعب، لهذا فقدوا خدمات لاعب كبير من أجل عدم دفع نفقات مادية. وأما بالنسبة لانتقاله إلى ريال مدريد، علق كاتينو قائلا: ريال مدريد راهن عليه كثيرا لأن جوني كلافيت شاهد به أمرا مميزا ودفعوا 5 ملايين يورو وبقية المتغيرات. أموال قليلة حالت دون انتداب برشلونة لفالفيردي الذي اعتبره وكيل أعماله مشروع لاعب سيتوج بالكرة الذهبية. في النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جديدنا.